ازيكم يا مواليد برج العقرب، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج العقرب ليوم الاثنين 24 اكتوبر تشرين الاول 2022. بالنسبة لك النهاردة يا عقرب، توقعات العشرية الاولى مواليد 23 اكتوبر ل 2 نوفمبر. عندك شواطئ كتيرة جديدة في حياتك هتحرز من خلالها التقدم اللي انت مستنيه، حتى لو قمت بانك تحول نفسك من الاساليب اللي بتعتبر قديمة ومعروفة لاساليب تانية جديدة. كل ده هيساعدك علشان تنجح اكتر في المستقبل المهني اللي انت فيه. هتلاقي النهاردة دعم كبير وغير متوقع من كل زملائك اللي بيعتبروا منفتحين اكتر. وفي اللي بيخص اسلوبك الجديد، حتى لو كنت عفوي كتير، هتقابلك النهاردة فرص جديدة كتير في العلاقات وفي حياتك الخاصة. هتفاجئ نفسك بيها وكل الأشخاص اللي حواليك. هينطبق ده عليك وعلى كل اللي بيخص صحتك. هتقوم بأنك تجرب رياضة جديدة تعتبر غير تقليدية عندك. بالنسبة ليك النهاردة يا عقرب، توقعات العشرية التانية مواليد 3 نوفمبر ل 12 نوفمبر. الصراحة هي مفتاحك الأساسي في اليوم ده. هتواجهك النهاردة أفكار كتير جديدة هتنجح فيها، وهتقابلك شوية مخاطر بشجاعة كبيرة. ممكن تعتمد على أنك هتلاقي دعم من كل زملائك في حالة نجاحك. ممكن تظهر النهاردة كتير من الصراحة في العلاقات اللي عندك. في أفكار كتيرة تعتبر عادية عندك بتبقى بتراودك وبتراود شريكك وحبيبك. هتأدي أنكم تفتحوا مسار جديد في حياتكم هيعتبر كاشف لجانب جديد عندكم تماما. النهاردة مع نفسكم لازم تبقوا متواضعين، لأن الحظ النهاردة بيقع ما بينه وبين المخاطرة والغرور خط رفيع جدا. بالنسبة لك النهاردة يا عقرب، توقعات العشرية الثالثة مواليد 13 نوفمبر ل 21 نوفمبر. عندك كتير من الدعم في يومك ده. النهاردة هتساعدك صراحتك علشان تعرف تتعامل مع كل المواقف الصعبة اللي بتبقى في حياتك. هتلاقي دعم كبير غير متوقع هتتقبله، وهتحاول تبني علاقة تعتبر أقرب مع كل مؤيديك. هتلقى النهاردة كتير من الدعم في حياتك الشخصية. هتستخدم المناخ ده علشان تعرف تتعامل مع موضوعات كتيرة ممكن كانت بتشغلك من فترة طويلة، حتى كنت مش لاقي ليها وقت علشان تنجز فيها أي شيء. النهاردة ممكن توصل للرشاقة اللي انت مستنيها، أو حتى في الوقت اللي جاي في الفترة دي. حاول بس انك تلاقي الرياضة أساسية في يومك ده علشان يبقى الموضوع أسهل.